في تونس وبعد 65 سنة من اللي صدرت مجلة الأحوال الشخصية وقوانين تسعى باش تحقق المساواة بين المرأة والراجل، مازالت ثنية طويلة قدامنا. لليوم وبالرغم من برشا إنجازات، المرأة التونسية مازالت تعاني من برشا أنواع من التمييز، وين برشا نساء تلقى روحها محرومة من فرص عمل محترمة ولا مستبعدة من مناصب أخذ القرار مهمشة في حياتها اليومية ومعنفة زادة. وهذا يأكد تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين عام 2020، وين نلقاو تونس هبطت للمرتبة 124 على مجموع 153 دولة. وكي نحكيو على العنف الاقتصادي المسلط على المرأة في القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، نحكيو على أي نوع من أنواع استغلال الحقوق المادية للمرأة ولا التحكم في فلوسها. مثال كي تتفكلها شهريتها باش يتصرف فيها شخص آخر من العائلة، يكون بصفة عامة الراجل بلغة أنه المسؤول على العائلة وما تنجمش المرأة تاخذ قرار في عائلتها ولا تعطي رأيها. ونحكيو على عنف اقتصادي زادة كي تتمنع المرأة من نفاذ لحسابها اللي في البنكة وتلقى روحها ملزوزة باش تطلب كل مرة مصروفها ولا مصروف الدار، وزادة كي ما يخليوهاش عائلتها تخدم ولا كي لزوها باش تخرج تخدم. والعنف الاقتصادي ضد المرأة يوصل حتى للتحكم في ميراثها ولا حرمانها منه من طرف حد من عائلتها ولا من رجلها. وفي مجال العمل بصفة عامة، النساء تخلص 20% أقل من الراجل. وزيد المرأة في برشا خدم يستبعدوها باش توصل لمنصب مهم وقيادي، وزيد المرأة تتعرض للتهميش وقت تحبل وتاخذ عطلة الأمومة. مثال في القطاع الفلاحي، المرأة موجودة بنسبة أكثر من 70% من اليد العاملة، وفي أغلب الوقت لا تترسم ولا يصرحوا بها لا في الضمان الاجتماعي ولا في الأداءات، وتخدم في ظروف خايبة ومهينة وفيها برشا مخاطر وزيد يستغلوها. رغم تميزها ونجاحها في المجالات الكل، تقعد مشاركة المرأة التونسية في اقتصاد البلاد مش معترف بها وما عندهاش نفس الحظوظ. وفرص الراجل في مراكز القرار، وزيد تتعرض المرأة تقريباً كل يوم الانتهاكات لحقوقها في خدمتها بطرق مختلفة ومتفاوتة. وزادت الوضعية تعقدت مع جائحة كورونا، وفي أغلب الأحيان كي تحاول المرأة تاخذ حقها وتسمع صوتها تنجم تتعرض للظلم والتهميش. وعلى هذاك من واجب الدولة والمؤسسات إنها تعمل مجهود كبير باش تحترم حقوق الإنسان وتحميها، وتسعى لتحقيق المساواة بين المرأة والراجل في مجال العمل، وتقضي على التمييز والحواجز اللي تلقاها المرأة في خدمتها. والمجهود هذا للقضاء على العنف الاقتصادي ضد المرأة نلقاوه كهدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، ونلقاوه زادة في الفصل 46 من الدستور التونسي اللي يفرض على الدولة أنها تاخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة، ونلقاو زادة القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة اللي يعاقب جميع أنواع العنف اللي يتسلط على المرأة بما فيها العنف الاقتصادي. وباش نمشيو في الثنية الصحيحة لتعزيز المساواة بين المرأة والراجل، لازم على الدولة والمؤسسات أنها تظهر الإخلالات والتعطيل وين موجودين في القوانين وفي السياسات متاع الدولة وفي تصرفات المجتمع. هكاك يعرفوا مدى تأثير عدم المساواة بين المرأة والراجل في الخدمة على المدى الطويل. نتائج التقييم هذا باش تعاون الدولة والمؤسسات أنهم ياخذوا مجموعة من الإجراءات تهدف لتحسين وضعية المرأة باش توصل تاخذ حقها الكل في أي مجال. وإذا الإجراءات هذه ما وصلتش للمطلوب، لازم النساء المتضرة تستعمل جميع الطرق باش تاخذ حقها وتبدل الوضعية الحالية وغير المنصفة للمرأة. أما للأسف ولليوم، التبليغ عن العنف الاقتصادي يمثل أقل نسبة من نسب التبليغ على أنواع العنف اللي تتعرض لها المرأة التونسية واللي متفوتش 5.8%. هذيك علاش أي مرأة تتعرض لأي نوع من أنواع العنف بما فيه العنف الاقتصادي ما تترددش وتتصل بالرقم المجاني 1899 أو الرقم الأخضر 80 10 10 30، ويجيبوها أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومختصين في الاستشارات القانونية، ويعطيوها الاستشارات والنصائح اللازمة في كنف السرية وحماية معطياتها الشخصية باش نضمنوا سلامتها. ويمكن زادة أنه المرأة تشكي للقضاء وتتمتع بالإعانة العدلية باش تاخذ حقها والتعويض عن الانتهاكات اللي تعرضت لها، كما باش نسي أنصفهم القضاء وحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم.